FM. الكلمة ليك. مثلا قضية المرحوم محمد علي الشرعبي الله يرحمه. الأمني. الأمني اللي وقع قتله في جهة الفحص. وبالتعاون مع النيابة العمومية والسلطات القضائية والسلطات الأمنية كلها وقع القبض عليه وعلى كامل المجموعة المشاركة في العملية هذه وتمت إحالتهم للعدالة وحكموا أصلا. بالنسبة لقضية شكري بالعيد والمرحوم الشهيد شكري بالعيد وشهيد محمد الله يرحمهم قلت لي طولت بطبيعة الحال مش طول هي قضية هذه من نوع القضايا المعقدة جدا اللي يلزمها برشا وقت ويلزمها برشا أبحاث واستقراءات عادي كونه تطول أما راهو مش صحيح كونه فما تقصير من قاضي التحقيق المتعهد بالملف سيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 المتعهد بالقضية المرحوم شكري بالعيد ومتعهد بقضية أحداث باردو ومتعهد بقضية أحداث سوسة. السيد هذي وقعت عليه حملة وحملة جمعية القضاة التونسيين أكدت أنها حملة ممنهجة للضغط عليه ولتوجيه الأبحاث لفائدة من عائلتي الشهيدين اولا يعني من الناس اللي هما طرف القضيه معناها اللي هما متضرري القضيه هذه القضيه ما من السيده بسمه الخلفاوي والسيده مباركه البراهمي لكن سامحني بنعطيك الكلمه جوست حبيت نعقب اليوم تقولوا انتم جمعيه القضاة تجيش هذايا من اطراف سياسيه ونقابات امنيه وقنت الحوار التونسي ثلاثه الاطراف هذوما انتم شكون الاطراف السياسيه ولا لا شنو المصلحه اللي موجوده والله الأطراف السياسية هي الأطراف اللي عندها مصلحة في توجيه الملف حسب إرادتها هي معروفة الأطراف هذه هي الأطراف السياسية اللي تحب توجه الملف نحو اتجاه معين هذه هي الأطراف السياسية أما السيد قاضي التحقيق الأول بمكتب 13 اللي وقعت عليه ضغوطات هذه كل تبين بالحجة والبرهان كونه قاعد يقوم بالواجب متاعه بكل حرفية وذلك لعدة أسباب منها أسباب شخصية أولا السيد عنده 25 سنة في القضاء وبعيد كل البعد عن أي شبهة ثانيا أسباب موضوعية التفقدية متاع وزارة العدل عملت له تفقد المكتب متاعه ثلاثة متفقدين من وزارة العدل تفقد بخصوص الملفات هذه وقاعد تثبت فيها من قبل ثلاثة متفقدين والمتفقدين هم ثلاثة قضاة كابا فان الكلمة ليك